السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغرب العظيم. البارحة الإخوان البوليزاريو احتفلوا ب9 يونيو، ذكرى مقتل مؤسس البوليزاريو الوالي مصطفى السيد، وفي نفس الوقت احتفلوا بذكرى عملية الهجوم على نواكشو بوليزاريو في 1976. مشاو هجموا على العاصمة الموريتانية نواكشو، وانتج عنها مقتل مؤسس البوليزاريو الوالي مصطفى السيد. لحد اللحظة مازال كاين تضاربات واختلاف الأقاويل عن شكون قتل الوالي مصطفى السيد، لأنني قلت لكم هذه القصة مرارا وتكرارا. بعض أشخاص من البوليزاريو حسب أقاويل البوليزاريو، بعض منهم كيقول على أن الوالي مصطفى السيد قتلاته موريتانيا، والبعض آخر كيقول على أنه قتلوا الطيران الحربي الفرنسي، والبعض الآخر كيقول على أنه قتلوه المغاربة لأن الجيش المغربي كان في ذاك الوقت في موريتانيا، والبعض الآخر كيقول على أنه قتلوا بومدين قتلته الجزائر باش تخلص منه وتسيطر على البوليزاريو. المهم هذا موضوع اخر. المهم البارح خلدوا هاد الذكرى، وانا كنت مأكد على انه المحجوب السارك الجفاف غي يتكلم في هاد اليوم، لانني كنعرف على انه المحجوب السارك متأثر كتر بالوالي مصطفى السيد، لأنه صديقه ورفيقه وأحد المؤسسين معه، ودائما في مثل هذه المناسبات كنسمع المحجوب السالك وكيمدح الوالي مصطفى السيد ويمجد ليه والبطل والقائد والتائر وما كاينش بحاله في العالم، دائما المحجوب السالك. ولكن البارح اللي غنسمعوا في هذا الفيديو لأنه المحجوب السالك سرد واحد المعطى اللي كيهمنا احنا كمغاربة، ذكر بعض النقاط التاريخية جدا في قضية الصحراء. ذكر ماء الشيخ ماء العينين، وقال لنا أن الشيخ ماء العينين كان خاض هجوم ضد المغرب. هذه علامة الاستفهام الأولى. النقطة الثانية، ذكر واحد رمز مغربي معروف مؤسس دولة المرابطون هو عبد السلام بن ياسين، وقال لنا أن هذا أو هذا الشخص الثاني اللي هو عبد السلام بن ياسين أحد رموز البيضان وقسى المغرب. المحجوب السالك قصى المغرب. هذا المحجوب السالك كنحتارمو حقيقة، رغم أنني مختلف معاه كامل الاختلاف عاد كبير من النقاط بخصوص قضية الصحراء وما كتعجبنيش فيه، ولكن كنحتارمو كشخص وكإنسان مثقف وكإنسان محترم حقيقة، وأب وراجل كبير في السن، من القلب ديالي نقول لكم أنني كنحتارمو. وهذا اللي خلاني نراسلو، راسلتو إنسان متواضع حقيقة، يجاوبك بكل تواضع، ما يقول لك لا لا لا، اي حاجه بغيت تسول المحجوب السالك يجاوبك على انسان متواضع. قلت له بخصوص هذه النقطتين، قلت له النقطه الاولى كيفاش قاضي الشيخ ماء العينين هاجم المغرب، وباش ناكد ونزكي كلامي مشيت له بعض رسائل تاريخيه الشيخ ماء العينين اللي اسس السماره كيراسل فيها سلاطين المغرب الحسن الاول الله يرحمه على وجه الخصوص. والشيخ ماء العينين في هذه الرسائل كيشكر السلطان المغربي، كيفاش الشيخ ماء العينين كيشكر السلطان المغربي وفي نفس الوقت خاض معارك وكذا مع المغرب ضد المغرب؟ النقطة الأولى. قال لي بخصوص الشيخ ماء العينين، قال لي فعلا هو كان مع المغرب وكان كيمثل المملكة المغربية في أرض البيضاء اللي هي الصحراء وموريتانيا ما إلى غير ذلك. قال لي ولكن ملي دخلت فرنسا ووقع المغرب معاهد الحماية مع فرنسا ما عجبوش الحال وهجم على فرنسا. قلت له هجم على فرنسا ما هجمش على المغرب، ولا كان هجم على المغرب في ذاك الوقت راه كان تحت الحماية الفرنسية. المهم قدو نتفاهمو في هذه النقطة. بخصوص عبد السلام بن ياسين مؤسس المرابطين، كي تعرفوا كاملين ولد وترعرع في سوس ضواحي طاطا بالضبط، وتوفي في كريفلة الرمانة ضواحي الرباط، وهذا ما يقد نهائيا شي حد يقلع
عبد السلام بن ياسين مؤسس المرابطون من المغرب والمرابطون من المغاربة. سمعوا كلام المحجوب السالك طويل جدا، ولكن إنسان اللي بغى يتنفع ويتثقف ويعرف خبث وخبايا وأسرار قضية الصحراء المغربية. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا وأهلا بمنبر كيف نحرر أرضنا والمشرفين عليه والحاضرين فيه من رأس اللائحة إلى أسفلها. تحياتي لكم. يعد في البداية قدمنا دور الشهيد الولي كمفكر الثورة وقائد لها وزعيم لها ومفجر لها، وأسس الوحدة الوطنية وبنى التنظيم السياسي الوطني وعلى الجمهورية وضحى من أجل المبادئ التي آمن بها. درجة تناولوا الولي مصطفى السيد كفكر أو بعبارة أخرى عبقرية الولي مصطفى السيد اللي جعلته هو كل أعضاء القيادة وجعلته يعود زعيم بارز تاريخ المقاومة الصحراوية الحديثة، لأنه في الحقيقة فعلا لا يتسع المجال ليعطي هذا الرجل العظيم حقه ضمن فقرة من فقرات الواتساب، لأنه أكبر من ذاك. يا غير مولي ما قد حد يتحدث عن كفاح الشعب الصحراوي وثورته الحالية من دون أن يتحدث عن العقل المفكر خطط لها وفجرها وقادها واستشهد من أجلها. ياك عدني براسا ينير الطريق لمن يريد السير على أثره وخطاه. ففي الحقيقة في أرض البيضان وتاريخها هناك معالم بارزة كان لها الدور المؤثر في التاريخ العام لمجتمع البيضان والأرض البيضان. يعني كانت هناك أربع مشاعل مؤثرة في تاريخ البيضان. المشعل الأول هو مشعل عبد الله بن ياسين بداية الألفية الثانية، والذي أنهار المنطقة ووحدها وأسس دولة المرابطين ونشر المذهب السني المالكي في كل شمال غرب أفريقيا، وزاد عمر الإسلام في الأندلس أربعة قرون أخرى. المشعل الثاني في تاريخ البيضان هو مشعل المجاهد ناصر الدين في بداية القرن السابع عشر، الذي تحطمت أحلامه بإحياء مجد المرابطين وبدأ تأثير ثورته على التاريخ الحديث لمجتمع البيضان عبر ما يعرف بحرب شرباب. المشعل الثالث هو مشعل الشيخ مال عينين في نهاية القرن التاسع عشر، والذي قاد الجهاد ضد الفرنسيين وضد المغاربة وعمل على بناء الدولة الإسلامية. وتحطمت آماله أمام التحالف الفرنسي في معركة تادلة، وعاداك نفس الشيء ضد ولد أمي الشيخ أحمد الهيبة في معركة أبو عثمان على مشارف مراكش. والمشعل الأخير هو مشعل الولي مصطفى السيد في بداية السبعينيات من القرن الحالي. هذا المشعل الذي ما زال متواصلا إلى يومنا هذا. تتعاقب الأجيال على حمله جيل بعد جيل وفئة بعد فئة. الولي رحمة الله عليه من خلصوا حياته وتربى وترعرع وكبر وسط عائلة معظم أفرادها ما بين شهيد وجريح. يعني كلهم ومعظمهم أبطال من أبطال المقاومة، سواء في حرب المقاومة أو جيش التحرير. ولا غروة، يعني لا بد إلى ورث الولي رحمة الله عليه من ثلته وعائلته حب الجهاد والاستشهاد. فالولي رحمة الله عليه كان زعيما، بل أكثر كان عبقريا في كل شيء. يعني لما تقول إنسان عبقري يعني يعد هو أقرب للمعجزة منه للإنسان العادي. كان عبقريا في كل شيء، كان عبقريا في بعد نظره وفي تحليله فروعته للأشياء. تجلت عبقريته ملي في نباهته وفطنته التي ظهرت في عمر مبكر جدا. كان عقله أكبر من عمره الله يرحمه. كان شجاعته وجرأته وتفقريشه مضرب للأمثال، وصبره وجلده لتحمل مشاق السفر مشيا على الأقدام. تذكرها جيدا كل الرفاق اللي عاشوا معه سنوات الثورة الأولى ضد الاستعمار الإسباني. كان ما يقدر حد يقاطر معه، وكان محد الناس تعمر الكاس
يشربوا كاس الاول، يقف هو بين الكاس والكاس ويقعد يفوت على 24 ساعه ماخذ الفرقات. عبقرية الولي تجلت في تفوقه في الدراسة على أقرانه، إنه كان يقرأ جامعة محمد الخامس بأجدال في الرباط، رغم أمية المحيط العائلي وتخلفه هذا المحيط ثقافيا وتقنيا، لأنها عائلة بدوية. وبرزت ملي عبقريته في درجة الإقناع والمجادلة والخطابات النارية. كان رحمة الله عليه كلماته أشد وقعا من الرصاص، كان يقنع الناس بدرجة من السهولة والفصاحة والبساطة اللي تجعلهم بني عاصم الحرم مستعدين للاستشهاد من أجل المبادئ التي نادى بها. رحمة الله عليه كانت فكرة الثورة والاستقلال موجودة عنده منذ سنة 65 وعمره 17 عام. كانت ثقته قناعته في الصحراويين أينما تواجدوا كبيرة وكبيرة جدا، وكان معتز بتاريخهم ومقاومتهم وبحربهم وكفاحهم ضد الاستعمار الفرنسي وضد الاستعمار الإسباني. كان الله يرحمه يتعامل مع الجواسيس الصحراويين والعملاء الصحراويين ويختلط بهم ويحاول تعبئتهم ولا يحمل المسؤولية. منين تقوم عليه مناضلين يقولوا انت هذاك اللي تتكلم معاه راهو جاسوس، راهو يشتغل المغرب، راهو يشتغل المخزن. يقول لهم ما لا يجب علينا ان نحملهم المسؤولية. المسؤولية يتحملها من كان سببا في ذلك اللي عدلهم جواسيس وشكامة عملاء، ألا وهو الاستعمار والرجعية. العدو هو اللي عدلهم ده، ونحن يلتنا ننقذهم من ذاك الموقع اللي هم فيه، ما نعادوهم. هذه نظرة خاصة. عبقرية الولي الله يرحمه تتجلى في إيمانه بانعدام المستحيل، ولهذا جاءت القصيدة اللي شارك في تأسيسها: أنا الرافق المستحيل، دماء خصمك كله لابد أن يضمحل أمام ما لست أريد. وكانت عنده نظرة ثاقبة ذات الأفق الواسع والقدرة الفائقة على الإقناع نتيجة لقوة الإيمان ووسع الثقافة والقدرة الملي والخبرة على تقديم الحجج والصدق في الهدف والتشبث به وامتلاك لغة الشعب الحقيقية الحسانية قبال، وكأنه لم يعش لحظة واحدة خارج المجتمع. صلابته وقوته في الصعاب وتجلده تحت التعذيب الله يرحمه في السجن للمرة الثانية بالطنطان، كان محمد السيداتي قد فتح نقاشا حول الصراع بين الصين وروسيا وتأثيره على الصحراء ذاك الوقت. وفي ذاك الوقت مباشرة جاءوا الجلادين وسبقوا فيه ومرقوا هو الله يرحمه، خرجوا بالولي للتعذيب، ثم أرجعوه فاقد الوعي. ولما استعاد وعيه قال: يا رب اشدنا حاندنا مشاكل لهذا الله من أجل الصحراء. وسأله السيداتي: هل ألهيت وجهة نظرك حول الصراع بين الصين وروسيا وتأثيرها على الصحراء؟ كان الولي رحمة الله عليه عبقريا عندما رد سنة 73 على بعض رفاقه من الطلبة الجامعيين اللي دافعوا عن عدم نضج الظروف الموضوعية والذاتية للثورة، قالوا عن الثورة مازالت ما هي خالقة ولا نضجها الظروف، قالت 15 سنة من التعبئة والتوعية، لكن حر لكن خلقوا هذا أصحاب الأيديولوجية، لكن خلقوا الحركة الطلائعية التي يمكنها أن تقود وتؤسس الثورة. وعلم لا بد لهم من ضرورة مواصلة الدراسة. من قام عليهم وقال لهم: الشهادة المدرسية من أجل حكم الصحراويين، هذه حالة قالهم الإسباني والصحراوي متساويان. شلون نقول؟ قال: هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين والأميين والجهلاء والسراح إذا تساءلوا عن تراجعنا. قال لهم: الموقف التاريخي والرجولي هو الانتقال من مرحلة النضال السلبي إلى مرحلة إيجابية وشمولية كافة مناطق تواجد الصحراويين، والانتقال به الصحراء إلى الكفاح المسلح، الكفاح العسكري، إلى الدماء، إلى الجهاد، إلى الحرب. وهذا هو المعروف عن الصحراويين قالهم، وليست المظاهرات ولا النقاشات السياسية التي تعد تجديدة بالنسبة لهم، فهم يعرفون الجراح والشهادة والدماء ويذيقون فيها أكثر من التنظيم والتنظير والحزاب السياسية التي لا يعرفونها عبر تاريخهم. عبقرية الولي من عضو موضوعيين ملي ما نقدر نتكلم عنها بمعزل عن مسألة العمر وقصر التجربة، عمر الراجل وقصر التجربة، ففيه تجسدت العظمة في السلوك والممارسة
كان مثاليا في كل شيء رحمة الله عليه، فقد جمع بين الخطاب التحريضي في الداخل والمرونة والنضج في التعامل والمفاوضات مع الدول إسبانيا ومع المختار الدادة. لقد قال المختار الدادة في آخر لقاء له معه: الصحراء وموريتانيا كبيضتين في عش واحد، إلى أن ضرب العش بحجرة سيضر الاثنين معا، ويجب أن تتأكد من ذلك. فحصلت باش تتأكد من عبقرية الولي، لأنه حصلت عمره القصير جدا هي خلق وتجميع كافة أسباب النصر وإقامة الأسس في كل ميدان، تجميع رأس المال الذي لا ينقصه إلا التصريف الجيد. شوف، خلى قاعدة شعبية منظمة ومؤهلة، خلى جيش منظم ومسلح، خلى تحالفات صلبة أساسية ورئيسية، وخلى إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة وحلم لكل الصحراويين. لقد خلق كافة أسباب النصر إذا ما دبرت الأمور بالطريقة المثلى، الطريقة الزينة، الطريقة الصالحة رحمة الله عليه. نواصل مع عبقرية هذا الرجل العظيم. الولي رحمة الله عليه وقد قاد المعارك المسلحة بقوة وشجاعة واقتدار وحماسة منقطعة النظير. لم يتدرب وما قد دخل مدرسة عسكرية، ومع ذلك نظم الجيش وشارك في العمليات العسكرية الكبيرة. اللي عملت نواة شطحتها هي رسالة سياسية حققت لها الصحراء أسطورة تاريخية لا تبلى ولا تنفذ، تمنع العدوان على اللجان القادمة. عملت نواكشوط عملية تحصن شعبنا بخلق أسطورة الإنسان الصحراوي الممتاز ومواجهة الكثرة بالأقلية. أما اقتحامه لعام بنتيلي فقد كان قمة الشجاعة والإقدام والتفقريش. كان الولي رحمة الله عليه عبقريا في أحاديثه، فمع الإنسان البسيط يتحدث بلغة بسيطة ويبتعد كل البعد عن اللغة السياسية المعقدة. كان يقنع الإنسان بالاستدلال بالأشياء المحيطة به، الخيمة والبل والغنم والمسائل. وحين يتحدث مع الشيوخ كان يتكلم لهم بعقلية التاريخ والبطولات والجهاد والكفاح. أما لو يتكلم مع السياسيين كانت له لغة أخرى تماما، فهو يكلمهم بلغة العصر. كان رجل رحمة الله عليه مناسبا لكل شيء ويتعلم كل شيء. عبقريته تتجسد حقيقة في تواضعه للناس، تواضعه في تواضعه للناس وهو رفيعهم، لأنه أصلا دائما فوق. قال لي أحد الضباط الجزائريين اللي عرفوه عن قرب خلال الثورة، قال الولي رجل لن يتكرر مرتين، حالة فذة قال لي ونادرة، قال لي معجزة ظهرت فجأة وانطفأت. هذا هو ضابط المخابرات الجزائري، لن تجدوه قال لي في أي مكان، لا يوجد له مثيل في العالم. قال لي كان يستطيع أن يقود العالم لو عاش. قال هذا الضابط الكبير، قال لي لقد عشت مع تشي جيفارا وهو معروف، قال لي كقائد ثوري عالمي، لقد كان له حرسه الخاص وكان يدخن السيجار الفاخر. عرفت أيضا قال لي سامورا ماتشيل، أغوستينو نيتو، مجموعة كبيرة من الثوار والزعماء الفلسطينيين. لكن الولي كان فريد زمانه في كل شيء، كان يقود السياسة ويصنعها بشجاعته وإيمانه وتضحياته. لقد استشهد لأنه كان يتكلم كثيرا عن ضرورة التضحية بالدم، وقال عن الأنظمة المتعفنة لن يقضي عليها سوى الدم البطل، وفعلا أراد أن يكون مثالا في الاستشهاد. كان يقول لا نستطيع أن نتكلم عن التضحية وإنما يجب أن نقود الشعب لها. كان يقول لا يمكن أن ندفع بالشعب إلى الاستشهاد والتضحية ونحن القيادة ما قد استشهد منا واحد، إذا نموت نحن ما هم ما يلتم بكونا. الولي رجل لا يخفض رأسه أبدا، رغم أنه طويل وقامته طويلة يغر رأسه دائما مرفوع في السماء حين يتكلم وحين يستمع. لقد قال لي مسؤول جزائري آخر عرف الولي عن قرب: إنني لا أستطيع، قال لي، أن أنسى أبدا
الكلمات اللي قالها للولي عندما احتل المغرب الصحراء، قال لي نحن لا نكافح من أجل أنفسنا، ليس لدينا ما نخسره، لكن المنطقة كلها ستندم في حالة احتلال الصحراء من طرف المغرب وموريتانيا. نحن لا نملك القصور ولا المصانع، وإذا احتلوا الصحراء لن يمنعنا أي حد من أن يتوسد الرمال ونبيت في العراء كالعادة أجدادنا وأباتنا، لكن دول المنطقة قال في خطر. ودائما حسب المسؤول الجزائري لم أراه نائما في النهار أبدا، رجل عجينة قال لي يتلائم مع أي شكل، لا يتعالى ولا يتكبر، لا يعتبر نفسه مسؤولا أبدا. مع الجنود يتحول إلى جندي بسيط ونشط، يصنع الشاي ويعجن الخبز ويفضل البندقية ويتقدم للمعركة. ملابسه كانت هي ملابس المقاتلين العاديين. قال لي كان الله يرحمه لا تحد لباس جديد يعطيه الحدان غيره، أول حد جبروه من الصحراء يعطيه له. لقد كان يقول لي من أراد أن يقود أمة عليه أن يكون مثاليا في كل شيء، مثاليا في كل شيء. خط سطر تحت هاي المثالية، لأن ما فقدنا الولي فقدنا المثالية يد القيادة. حتى قال في ملابسه كان يقسو على نفسه ويعاملها معاملة فظة، ما غدال يلبس ولا ما يلبس، ما غدال كال ولا ما كال، لا يعرف النوم ولا الراحة، لا يترك مرافقيه ومساعديه يستريحون، لهذا لم تكن له حاشية. قلت لك كان به كثرة العمل والشغلة لا يترك مرافقيه ومساعديه يستريحون، لذلك لم تكن له حاشية. هذه الحاشية اللي اتفق المسؤولين، راك عندنا احنا السايق وياك اللي تيجي وذاك اللي ينزل مارياس مع المسؤولة، ما قدت تتكون على حاشية، لأنه به العمل اللي فوت مع أسبوع يهرب عنه بما قد يتحمل عمله وشغلته ليل نهار، لهذا لم تتكون حوله أي حاشية ولم تكن له حاشية رحمة الله عليه. معركة عين بن تيلي سقط جندي في قلب المعركة، وشاهدوه يتوجه نحوه بسرعة فائقة ويخرجه من وسط النار والبارود والجيش المعادي. قال لي ذاك الجزائري الولي رجل من أشجع الرجال وأكثر التضحية اللي قد تعرفت أنا في حياتي، والله تعاملت قال لي مع الكثير من الثورات في العالم اللي كانت دعمها الجزائر. كان يقول الرصاص ما يقتل، الله وحده الذي يقتل. كان الولي عبقريا عندما قرر تفجير الثورة في 20 ماي رحمة الله عليه، بناء على أشياء حتمية الوقوع وليس على أشياء موجودة في ذلك الوقت. هذا هو بعد النظر، وهذه العبقرية، وهذا هو الأفق، هذا هو اللي يرى الأفق من بعيد ويقراه. لقد كان في سباق مع الزمن، كان عبقريا عندما كان الوحيد من إطارة الثورة المثقفين الذي قرر الالتحاق بالجناح العسكري بعد الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيسي والمشاركة في أول عملية عسكرية للثورة، لأنه كان يرى ببعد نظره أنه يصنع التاريخ الحديث للشعب في الساقية الحمراء ووادي الذهب. كان عبقريا الله يرحمه ببنائه للتطلعات المتينة مع الحلفاء التاريخيين للثورة الجزائر وليبيا، بل وعمل للتقارب بينهما. على ذلك الأساس خلق لقاء حاسم مسعود وصاحب بين الإخوة الأعداء اللي هو قذافي ومدين والجزائر وليبيا. تجلت عبقريته الله يرحمه عندما كان المشاركون في المؤتمر الثاني كيف قلت لكم للجبهة يدورون منذ 3 أيام في حلقة مفرغة من النقاش البيزنطي الممل والقاتل والمكدر. وبعد 24 ساعة من وصوله كان المؤتمر يختتم وشغاله بالمصادقة على مقررات تعد نقطة تحول في التاريخ المعاصر للشعب الصحراوي، برنامج عمل وطني وقانون وبيان سياسي ومبادئ وشعارات وعلم وطني. كان عبقريا الله يرحمه عندما نزعه رفاقه في القيادة، يعني انقلاب العدل وأصحابه العدل ضده، رفاقه في اللجنة التنفيذية، من نزعه في القيادة والأمانة العامة فتخللها عنهم نهائيا أكتوبر 74 وقال لهم هاكوها، وتدخل هو لينقذ الثورة من الهاوية.
لاعب من تو نازعوه في القيادة، تخلى معنا وقال لهم اقبضوه انقلاب اكتوبر 74، وسبقهم للعمل والعطاء فارجعوها له عاجزين. كان عبقريا عندما عجز الجميع أمام أحداث اللجنة العسكرية في ديسمبر 74 اللي عدت انقلاب ضد اللجنة التنفيذية ورضعت الشهيد الولي الأمان العام، وهربت أعضاء اللجنة التنفيذية والقيادة، وتدخل هو لينقذ الثورة ويمشي بها للطريق المستقيم، فيعترف له الجميع بل يسلمون له بالزعامة قمة وقاعدة، وظل زعيما لين استشهد وهو زعيم. كان عبقريا الله يرحمه عندما أصدر أوامره ببروز تنظيم سياسي الجبهة وسيطرته على الشارع خلال مجيء البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالمناطق المحتلة، وانخلع إسبانيا وانخلع الأمم المتحدة، هو تنظيم سياسي مسيطر في كل المناطق الصحراوية. كان عبقريا خلال محادثته مع أعضاء البعثة الأممية لمدة 6 ساعات في الفندق بتندوف، والتي غير من خلالها مفاهيمهم للصراع في المنطقة. ومنين نتكلم عن هذه المفاوضات، قال هن كنا جبرناه الله يرحمه، قال على أن سيموناكي في نهاية الجلسة قال أنا لاحظت على أن مارتا خيمينيس الكوبية ديك اللي تخاطب أصحاب البوليزاري كرفاق، تقول لهم راه كامرادات. علق الولي الله يرحمه الختام، قال على كل حال نشكر السيد سيموناكي، نبهنا على أن الأخت مارتا خيمينيس تنادينا بالرفاق، ونشكره ونشكره هي من التي تعتبرنا كرفاق. ضحك وانتهت الجلسة، ضحك سيموناكي وضحك الجميع وانتهت الجلسة. نواصل مع عبقرية الشهيد الولي. كان عبقري رحمة الله عليه عندما قرر اجتماع بنتيلي يوم 12 أكتوبر 75 لتجسيد الوحدة الوطنية، لأنه كان عارف عن المنطقة مقبلة على هزة كبيرة وغزو من الشمال والجنوب ومحاولة التقسيم. لهذا بعد نظره خلق هو الوحدة الوطنية بعشرين يوم سابق بداية الغزو، وبشهر سابق اتفاقية، بشهر ويومين سابق اتفاقية مدريد الثلاثية، لأنه كان بوجهة نظره وبعد نظره عارف الأمور وين ماشي. لهذا كان لابد من خلق الوحدة الوطنية، وذيك الوحدة الوطنية هي اللي استطعنا بها الصحراويين توحيد صفوفهم ومقاومة الجيش المغربي والجيش الموريتاني 16 سنة من الحرب الضروس، ومن خلالها بنى القوة الذاتية لمواجهة الخطر المرتقب. كان عبقري رحمة الله عليه عندما قام بتمرير السلاح الحديث من ليبيا ولحقوا للثوار في قمام الجبال رغم التعتيم والحصار الذي كان مضروب على المنطقة. كان عبقريا ملي عندما قرر انسحاب الشعب من أمام المغاربة والموريتانيين عكس أولئك اللي كانوا يبغوه عنه ما يحرق، كانوا يردوه بقاه لمواجهة العدو من داخل المدن المحتلة، ولكن كانت نظرته هي الحقيقية. لكن الانسحاب هو اللي خلق لنا قاعدة في المخيمات جعلتنا نقاوم ومازلنا مقاومين إلى اليوم وموجودين إلى اليوم. كان عبقريا عندما أعلن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يوم انسحاب إسبانيا من الصحراء ليعلن العالم على أن الصحراويين لا يبغوا الفراغ السياسي في طرفهم. كان عبقريا عندما عقد لقاء الأطر وعرف لهم الإطار وحدد لهم الواقع المرفوض والواقع المطلوب، وأعطى نقطة الإشارة لتسير الجماهير نفسها بنفسها من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية. كان عبقريا رحمة الله عليه عندما قال القبلية قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في كل لحظة، ولهم نحن إلى يومنا هذا بعد 45 عام من استشهاده ندفع ثمن هذه القبلية اللي خليناها كقنبلة موقوتة ما زالت موجودة.
كان عبقريا في خطاب الوداع يوم 20 ماي 1976، اللي كان فعلا خطاب ارتجالي ممتاز ورسالة واضحة للجميع الصحراويين وللعالم، وعندما قرر الاستشهاد من أجل المبادئ التي آمن بها. لقد قال لي مرة رحمة الله عليه: كيف ندفع الناس للموت ونحن حتى الآن لم يستشهد منا أحد عن نوع القيادة؟ كان ينام في مكاتب الجبهة بطرابلس والجزائر، ويرفض المبيت في القصور والفيلات الفخمة اللي وضعتها تحت السلطات البلدين تحت تصرفه. لقد كان فعلا عقبة كبيرة في وجه الطموحات البرجوازية لرفاقه في القيادة، ويجسد ميدانيا أن القائد هو الذي يموت من أجل أن يحيا الشعب والوطن وليس العكس. لقد عاش عظيما ومات عظيما. لقد كان عبقريا عندما مات في ريعان شبابه، فالعباقرة لا يعمرون طويلا. ورغم كل هذا، ليس له قبر يزار أو تضع عليه الأزهار، فمن المسؤول؟ بعد أن عقد لقاء الكوادر في أبريل وحدد للإطارات الواقع المرفوض شعب مشرد خارج وطنه، والواقع المطلوب شعب موحد واعي منظم محترم وفوق كامل ترابه الوطني، وأشرف على وضع اللبنات الأساسية للمؤتمرات الشعبية الأساسية التي اختار الشعب من خلالها مسؤوليه المباشرين في الدوائر ويحاسبهم. خطاب 20 ماي الذي كان خطاب وداع يجسد الاعتزاز بالنفس والإيمان بالنصر وبقوة الشعب. قرر الولي الاستشهاد من أجل هذه القضية التي آمن بها وملكت عليه كيانه، وأراد أن يصم جام غضبه على رجل العمالة والخيال المختار الداده الذين أشاء وترعرع وسط منازل الصحراويين في منطقة الزمور عندما كان ترجمانا لأساده الفرنسيين قبل توزيع البيضان إلى دولتين. رحمة الله عليه قبل أن يتوجه للشهادة كان قد خلق كافة أسباب النصر، حيث قام اللصوص في كل ميدان الاستكمال وتتويج الكفاح بتحقيق الأهداف كاملة. لقد جمع لرفاقه في القيادة رأس المال الذي لا ينقصه إلا التصريف الجيد، قاعدة شعبية منظمة ومؤطرة، تنظيم سياسي قوي ومتين، جيش منظم، وتحالفات صلبة أساسية ورئيسية، وإعلان الجمهورية لقطع دابر أي محاولة تشكيك في النصر. لقد خلق كافة الشروط والأسباب لتحقيق النصر إذا ما دبرت الأمور بالطريقة المثلى. وبخلاصة، كان شعاره واضحا وتاريخيا عندما قال: لا وجود لغير الشعب ولا تنظيم إلا التنظيم السياسي. عقب هذا جاء عاقبه حولوه وقالوا: لا وجود لغير القبلية ولا تنظيم إلا التنظيم القبلي، ونحن ندفع ثمنه حتى اليوم. وبخلاصة أيها الإخوة، فإن الفراغ الذي تركه الولي رحمة الله عليه لم نستطع سده إلى حد الآن، رغم محاولتنا في الاستعادة عن ذلك عبر الاجتهاد في خلق الهيئات السياسية المختلفة، ربما لأن الدور الذي لعبه الولي وأثر بك شخصية وكفرد وكزعيم وكعبقري هو من قبيل المزايا التي تقتصر على الأشخاص دون المجموعات. لقد كان أحد الثوار الثلاثة الذين عرفهم العالم الحديث، حيث ضحوا بكل الامتيازات التي وفرتها لهم السلطة من أجل الموت على المبادئ التي آمنوا بها، وهو هوشيمينه وتشي كيفارا، غير أنه هو أفضل منهم بإسلامه فربح الدنيا والآخرة. لقد كان رحمة الله عليه متأكدا من عدم الرجوع لأنه ذاهب للاستشهاد، ولهذا قام بإطلاق سراح كل السجناء الصحراويين المتواجدين عند الجبهة قبل توجهه لعمل في نواكشوط، ثم دفن عشرات البراميل من المحروقات في العديد من مجاهل التراب الموريتاني على الطريق نحو نواكشوط، والتي أشرف عليها الخليل الهنون الله يرحمه. كما أصدر أوامره للوحدات الأخرى بمهاجمة كل المراكز الموريتانية، أطار، زويرات، برمغرين وغيرها لإثارة الانتباه، وتوجهت المجموعة الكبيرة نحو نواكشوط وطلعوا على الطريق المعبدة ما بين جوجة نواكشوط، وكانت العملية محكمة للسيطرة على نواكشوط تتزعمها سيارات عسكرية موريتانية مغنومة، والمقاتل اللي فيها بالباس عسكري موريتاني، وكانت العملية محكمة
القصر الرئاسي والسفارة الفرنسية وإعلان نبأ انقلاب ميناعة نواكشوط وطلب تدخل القوات الجزائرية. وكانت العملية ناجحة 100% لولا خطأ فادح ارتكبوه عندما حرقوا شاحنات وجدوها في الطريق شمال نواكشوط 120 كيلومتر. ومعظم المشاركين في العملية يحملون بعض الأفراد تلك المسؤولية لا مجال لذكره. فلولا ذلك كان بإمكان المقاتلين دخول نواكشوط ولن تسطع شمس اليوم الموالي لهم يسيطرون على أهم مرافق المدينة. ولكن حرق الشاحنات ونيرانها جعلت طائرة فرنسية صغيرة تكشفهم وتخبر نواكشوط. ولما خرجت قوة من الدرك الموريتاني بقيادة سيدي ولد الريحة اشتبكت مع المقاتلين على الطريق المعبد بين نواكشوط وجوجت، وبذلك فقدت العملية أهم عناصر نجاحها اللي هي المفاجأة. قاموا الاشتباك مع وحدة الدرك وتوجهت مجموعة للقصف القصر الرئاسي يوم 8 يونيو 76، وأعادوا عملية القصف لمدينة نواكشوط يوم 9 يونيو، وانسحب الجميع والرجال قد هددهم الجوع والعطش والتعب والسهر. وبقي الولي لتفجير حاسب النشاب، والتحقت به قوة موريتانية مدعمة بالمسلحات، وقعت معركة غير متكافئة بين الولي وجماعته التي أذكر منها حرمة حيدار وزل علي عبد الله ولحم اليحيى والدحة والبيروك ومحمد ولد عبد الحي ومحمد ولد عبد الحي والشقاف وسام ولد إبراهيم السال والميشان وليد محمد علي. وقد استشهد جميع ما عدا وليد جرح، فأخذه أسيرا ولما توبه نواكشوط سبعه ضابط موريتاني أسود فبصق على وجهه وهو يقول له: لو كنت غير مقيد ما كنت تستطيع أن تفعل ما فعلته. فأخذ مسدسه وأطلق عليه النار فأرداه. وهكذا دفن بجانب رفيقه الولي مصطفى السيد في مركز عسكري هو مقر الهندسة العسكرية بتجنين شرق نواكشوط. وكان استشهاد الرجلين معا جنبا إلى جنب خصوصية من خصوصيات الثورة الصحراوية، لأن أحدهما يمثل البرجوازية الوطنية الصحراوية والولي يمثل الفقراء والمستضعفين. الثورة الصحراوية كانت عامل وحدة لكل الصحراويين أينما تواجدوا من أجل الحرية والكرامة وضد الاحتقار والإهانة. وقد ظل مكان القبر مجهولا إلى أن تمكنت وبعد زيارة لموريتانيا بمساعدة أيوب الحبيب ومحمد والعمار الجولي يوم 6 فبراير من سنة 1996 من التعرف على مكان القبر وزيارته والترحم على الشهيدين، وذلك بعد 20 سنة من استشهادهما والقيادة لم تقم بشيء في هذا المجال. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي لمنبر كيف نحرر أرضنا ولكل الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحمة الله على الشهداء والخزي والعار لمن يتاجر بمعاناة دمائي ودموعي وألامي هذا الشعب العظيم والمجاهد.